بولي ارترايتس نودوز. صاروا بين عندي. انا دلوقتي لما يتصاب عندي الميديم سايز بلاد فيسلز، انا دلوقتي في الميديم سايز اهو صح، ويحصل عندي سيكنينج في الوول، هو اي نعم سك ولكنه ضعيف، بول ارترايتس. انا قلتش ارترايتس، ارترايتس دي يبقى انا دخلت في جوينت. ارترايتس ارترايتس بولي ارترايتس نودوز دي. انا دلوقتي ما مظبوط دولت عايزين اولدر ايج، ده بيجي في الاولدر ايج، اولدر ايج بيجي في الاولدر ايج. انا دلوقتي لما يبقى عندي سيكنينج في الوول وفايبرين ديبوزيشن اي نعم الوول سك بس ممكن يكون ضعيف لدرجه ان هو ممكن يعمل لي بصبوزه صغيره كده. البصبوزه دي اسمها ايه؟ انيوريزم. انيوريزم ماشي. البولي ارترايتس نودوزا عشان ما تنساهاش، نودوزا دي يعني بظبيط صح، نودوزا دي يبقى معاها نوديولز، نودوزا دي معاها كمان نوديولز في الارتري، يعني معاها كمان انيوريزم. ما نستثمر كلمه بقى نوديولز ايدر في الارتري اللي هو بيسموها ارتر انيوريزم، انيوريزم ماشي. طالما ارترايتس يعني ما قالش فاسكولاتس، ده محدد كده الارتري خلاص، ده هو محدد الارتري كويس. يبقى بولي ارترايتس نودوزا ده بتحصل، ده نيوتروفيليك درماتوزيس بيحصل فين؟ في الميديم سايزد ارتريز، ولا قلت كابيلاري فينيولز ولا ارتريولز، انا قلت ارتريز، ميديم سايزد ارتريز صغيره يعني، اللي بتبقى موجوده فين؟ في الديب سب كوت بين الديب ديرمس والسب كيو. حلو. طيب البولي ارترايتس نودوزا دي، هو الارتريز دي موجوده فين؟ ده في الجسم كله. فقالك ده مرض سيستميك فروم ذا ستارت، بس ممكن يجي فرع منه كده كوتينيوس بس. فيقول لك ايه بقى لخبطه السنين بقى، قال لك ان البولي ارترايتس نودوزا دي لو كانت معاها سيستميك، يعني هي دي كانت سيستميك بولي ارترايتس نودوزا، هنسميها بان ارترايتس نودوزا. يبقى لما اسمع كلمه بان ارترايتس نودوزا هي سيستميك بول ارترايتس نودوزا، انما لو كانت كوتينيوس بس فهسماها بيري ارترايتس نودوزا. في ناس راحت مريحه نفسها خالص، قال لك احنا هنسميهم بيري ارترايتس نودوزا في الاثنين، السيستميك والثانيه كوتينيوس، بس ده غلط. يعني على حسب اللي احنا اتعلمناه، يعني البيري ارترايتس نودوزا هي دي الكوتينيوس بولي ارترايتس نودوزا ماشي، والبان ارترايتس نودوزا هي دي السيستميك بولي ارترايتس نودوزا. انت عايزه تمشيها كوتينيوس وسيستميك بيري ارترايتس عشان ما تتلخبطيش ماشي، اهم حاجه انك تعرفي بس ان البان ارترايتس نودوزا دي مي بي اسوشيتد ويز كوتينيوس مانيفيستيشن ماشي، انما البيري ارترايتس نودوزا نوت اسوشيتد ويز كوتينيوس. هي سامي رخمة شوية. أنا عندي حاجة اسمها بولي، درس كبير كده اسمه بولي أرترايتس نودوزا. البولي أرترايتس نودوزا ده في منه سيستميك وفي منه كوتينياس. لو كان كوتينياس بس هيسميه بيري أرترايتس نودوزا. طب لو كان سيستميك هيسموه بان أرترايتس نودوزا. في ناس بصي، في ناس بقى راحت قالت إيه؟ عشان ما نتلخبطش وبان وبيري أنا هخليها كله بيري. بس البيري لو كان كوتينس هسميه كوتينس بيري ارترايتس نودوز، ولو كان سيستميك هسميه سيستميك بيري ارترايتس نودوز. يبقى سيستميك بيري ارترايتس نودوزا هي البان ارترايتس نودوزا صح؟ حلو كده؟ بدات تنام؟ خالص بتنام؟ مش عارف ما هو عشان ديفيت انت عارف ورا لا خالص بتنطر ورا لا بالعكس لا ما تنامش والله التكييف لو عالم ما ينامكش. طيب البيري ارترايتس نودوزا دي ده ديزيز بيأفكت مين؟ الميديم سايز ارتري صح؟ يبقى اتوقع الكلينيكال بيكشر بتاعتي عباره عن ايه؟ سواء بيري او بوري او بيري او سواء سيستميك ما هو الاثنين ليهم كوتينس مانيفستيشن. اتوقع الكوتينس مانيفستيشن بتاعتهم ايه بقى؟ نوديولز بقى نوديولز سب كوتينس نوديولز بتوجع ولا ما بتوجعش؟ ليه؟ عشان اسكيميا ده ارتري اتقفل، يبقى هلاقي painful subcutaneous nodule صح؟ اللي ممكن تفتح وتعمل لي ألسر، والألسر بتاعتها بتبقى بانشد أوت ألسر، وبتبقى سراوندد باي ليفيدو ريتيكولاريس،
وبتيجي اكتر عند الميديال عند الماليولا لاترال ماليولس هب ده كاركترستيك سايت بتاعها. انما اللي بتيجي عند الميديال ماليولس دي بنسميها ايه بقى؟ الالسر فينس. فينس ماشي. طيب يبقى بتيجي على السايت بتاعت الماليولاي تبقى بانشد اوت ألسر، تبدا الاول بسبكوتينس نوديولز بينفول سبكوتينس نوديولز وتفتح تبقى ألسر وسراوندد باي ليفيدو ريتيكولاريز ريزيموزا اي حاجه بقى ماشي. وطبعا عرفنا ليه صح؟ ليه؟ عشان الاوكلوجن اللي حصل في الارتر ده. حصل اديشن للارتر ده. يبقى الريتيكولاريز ليفيدو انت لسه اول مره تسمعيها؟ لا انا سمعتها. طيب في ناس بتقولها ليفيدو. ليفيدو ريديكيلاريز ليفيدو رازيموزا اي حاجه. البيري ارترايتس نودوزا اللي هي الكوتينس مانيفيستيشن هي اللي ممكن تيجي بتيكو اكيموزس بس يعني رير شويه. بتيجي وهي بتيجي اكتر بسب كوتينس نودولز وتفتح تعمل السر وبنشت اوت السر. انا منين شغل ساعتين والله. والله ولا وانا عندي بنت صغيره دي ما بتسيبني. هي كانت اخواتها مش كانوا موجودين امبارح في البيت وكل شويه تصحيني العب. طب يا بابا انا عايز انام. لا اصحى العب. طب هو اصحى العب معاها والله ما رضيتش اسيبها لوحدها كده. طيب لا لا كفايه ايه ما انا خلص الفاسكولات ده. خلاص انا قربت اخلصها اصلا. خلص انا هدخل دلوقتي في النيوتروفيلك. لا لا مش كتير ولا حاجه ده فاضل فيها البهسيت. فاضل البهسيت بس. لا والليمفوماتود بابيلوزس والبليفا والبي ال سي ده دقيقتين. ما انا شرحت البليفا قبل كده صح؟ صح. مع ايه؟ يلهوي هموت. خدناها مع الليمفوسايتوما كوتيز. ايوه بتاعت الشيكن بوكس صح مش انا فاكره. بالله عليك انا خدت البليفا مع الليمفوسايتوما كوتيز. لا مع حاجه تبع الشيكن بوكس اللي شافت الشيكن بوكس. ما هو دي البليفا. ايه تاني؟ هي برضه اللي هي تطلع في الكروبس برضه. كانت فين؟ في انهي موضوع؟ في الليمفوما. فين في الليمفوما؟ تبع الفاريانس بتاعت الام اف. ايوه سي دي سيرتي بوزيتيف ليمفو بروليفريتس اوردر اللي بيسموها ايه؟ الليمفوماتويد بابيلوزيس. ما علينا مش دخلنا مش هندخل فيها دلوقتي. ايوه انت طبعا لسه ما ذكرتيش. مش هي كانت بتتلوط مع الشيكن بوكس بتاعتها. ايوه شاطره شاطره. بقولوا له كده في الامتحان اللي هي تحت على اليمين دي بتاعتك صح. طيب عائشه فكتبها يوم تشهدوا عليهم ايديهم والسنتهم. والله العظيم اصلا احنا بندرس حاجات حرام. كانت اسمها ايه؟ صح حرام شرعا. عيب وحرام والله. والله ولا عمرك هتشوف الحاجات دي. ما انتي ندي بوتوكس وفيلر صح اسهل من الحاجات دي. طب خلينا بس في الهم اللي احنا فيه. لا هي البولي ارترايتس نودوزا الميديال مالوس يجي على فينس ألسر. الليمفوسايتوما كيوتس بتيجي في المناخير؟ في الفيس. في الفيس والنك. الليمفوسايتوما كيوتس كنا خدناها في السود الليمفوما صح؟ اوعى تنسوا بقى حكايه الليفيدو ريتيكولاريز. الليفيدو ريتيكولاريز من ضمن الكاركترستيك فيتشرز بتاعتها اللي لازم تكون موجوده ماشي؟ ده ارتر اتقفل. طيب في الهيستوباثولوجي بقى اوعى تنسي كلمه انيوريزم في الارتر ماشي؟ هي نفس الليكوسايتوكلاسيك فاسكولايتس. ايوه بيبان في بقليله كده طالعه من الارتر. ايه مالك؟ ايوه مش هو المفروض يبان راوند كده؟ يطلع من جوه. لا هيطلع كده ويطلع منه حته كده. فعلا. شبه سترنجوم كده. شبه التدبول اهو. دي بول ارترايتس فيت بول ارترايتس كده وانا وراك بس هو مش مفيش هنا عادي. بس ممكن تظهر ممكن لا على حسب السكشن اللي انا واخداه. طيب ممكن نيجي بقى للسيستميك بول ارترايتس نودوزا او السيستميك بيري ارترايتس نودوزا. هل معاها كونستيتيوشنال مانيفستيشن؟ طبعا. معاها فيفر ملاييز سيستميك. ليه بقى؟ وايه اللي ليه؟ ده سيستميك. حاجه سيستميك. ده لو سيستميك. انا بتكلم على لو سيستميك. انا دلوقتي سبتني من الكوتينيس بقى خلاص. انا دلوقتي على السيستميك بير ارترايتس نودوزا اللي احنا مالناش دعوه بيها اصلا صح؟ اللي معاها كونستيتيوشنال مانيفستيشن فيفر وملاييز ويت لوس ميبي اسوشيتد مع حاجات ثانيه الهارت ممكن يتاثر. اي حاجه في الدنيا دي ممكن تتاثر صح؟ الكدني تتاثر
الجوينت تاثر. هما ثلاث حاجات دول تلاقيهم موجودين في كل الفاسكولايتس، ارثرايتس جلوميرولونفرايتس ومعاها كمان بتاع. بس يجي يقول لك ايه البلمونري ارتري سبيرد، جلوميرولونفرايتس ما بتحصلش، يحصل اي حاجه ما عدا الجلوميرولونفرايتس. ماشي ليه ما حدش يعرف؟ دي ده دي بتكتبيها، ده انت بتكتبيها كده كيدني افكشن وزود ايفيدنس اوف جلوميرولونفرايتس بالمونري ارتري سبيرد فروم بالمونري ما من البير ارترايتس سيستميك بول ارترايتس دوز. ان هي بيحصل لها افكشن لكل المليون سايز ارتري بس دول كده مع نفسهم. دولت بقى سبيرد. يعني ايه تبقى في سيستميك نعمل افكشن لكل المليون سايز مع ايه؟ لا مش قصه ان نعمل افكشن لكله، يعني هو بيعمل كل يعني مثلا كيدني افكشن يعمل بس اكسبت جلوميرولونفرايتس بس مش عارف بقى ده عاصم كاتب ولا هو كان رينال بايوبسي از اسينشال فور دايجنوست. ماشي انا مش عارف ايه الحاجه دي. اللانج سبيرت اللانج سبيرت اللانج والكيدني اهم حاجه ما يعملش بس اللانج سبيرت. مفيش جلوميرولونفرايتس ويحصل فيها كمان ماسكول سكيليتال مانيفيستيشن. انا اصلا مش كاتب حاجه خالص على فكره، مش كاتب حاجه خالص معاها ماسكول سكيليتال، ماسكول سكيليتال مانيفيستيشن يعني ماسل بين. ماشي نيورال مانيفيستيشن باراسيزيا تنجلينج مش عارف ايه. ماشي يعني هارت افكشن اريزميا اسكيميك بين كله في البطاطا يعني. لا 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 كلام صح مش غلط. طيب ادي السيستميك بولي ارترايتس نودوزا، طب انا اعالجها ازاي؟ طبعا النيكروتايزنج فاسكولايتس اللي فيها هتبقى سمول ولا سيفير؟ لا لسه فيها في البول ارترايتس سيفير. ليه؟ ده انت عندك ميديم سايز ارتر اللي اتقفل. ماشي في سيك وول جامد قوي. ماشي ده في انيوريزم، ايفن في انيوريزم في الارتر بيبان بالهيستوباثولوجي. هو ايه الحاجه اللي شديده ثانيه غير ان السيك وول سيك غير سيك وول؟ ايه الحاجه الثانيه؟ انيوريزم. لا وحاجه قبلها السوليشن. ايه السوليشن؟ هو سببه ايه يا دكتور؟ نفس الكلام انفكشن مش عارف ايه دكتور. هو لما الميديم سايز دي في البديهي كده ان السمول سايز كمان مكتوب ده طبيعي بس ما فيهاش فاسكولايت بس سيجنال. ممكن يكون في انستموزيس يعني توصل. اهم حاجه يحصل رياكشن تقفل، تقفل دي وتعمل لي سيكنس سيكنس وفايبرونال ديجنريشن وريفاسكولار ممكن بس رير. بس هي اكتر لما تيجي بتيجي اكتر بنيكروتايزنج فاشيتس، بتيجي اكتر بتيجي بسبكوتينيس بينفول سبكوتينيس نوديولز والسر، والسر دي بيبقى بانش داوت السر ومعاها كمان ليبيدو ريتيكيولاريس. طيب دي دي تايب 3 هايبر سنسيتيف رياكشن برضه بس افكت مين؟ الميديم سايز ارترز. ماشي الايتيوباثوجينيسيس واحده، الايتيولوجي واحد يا شباب في كله. طيب التريتمنت بقى هعالجه ازاي؟ والله لو كان كوتينيس وبس ده سكين تارجت ثيرابي بقى صح؟ توبيكال استرويد انتراليجنال استرويد ما خفش سيستميك استرويد بتاع. انما لو كان سيستميك بس سيستميك استرويد فروم دي ستارت ايفن انا بدي معاه كمان ديتوكسيماب. ماشي طيب وترى طبعا استنى بس كان حته برضو مهمه قوي حكايه السيستميك بيري ارترايتس نودوز. احنا قلنا حته مهمه قوي حته الانفكشن دي وخصوصا الهيباتيتس بي بقى دي نركز عليها. دي الهيباتيتس بي فايروس كله كان هيباتيتس سي اهو صح ارتكال الفاسكولايتس هيباتيتس سي مش عارف كله هيباتيتس سي انما دي هيباتيتس بي فايروس. وبقابلوني لما تنفعوا. انا بيحصل الاول دكتور الكوتينيس ولا السيستميك؟ بولي ارترايتس نودوزا بقى الكرايتيريا. نعم انا بيحصل ده ممكن تيجي كوتينيس بس وممكن تيجي سيستميك من ضمنهم كوتينيس مانيفستيشن يعني مش حاجه تبدا حاجه. حكايه الكرايتيريا دي مهمه لان البولي ارترايتس نودوزا دي بتيجي في التشيلدرن فيقول لك ايه لازم يكون معاها السر سبكوتينيس نوديولز ألسر لازم تقيس الضغط وبقى معاه هايبر تنشن الدايستوليك بريشر اعلى من 90 دي مهمه جدا الحته دي. ماشي ما هي مكتوبه يعني. طيب الكرايتيريا بتاعته ويت لوس اكتر من 4 جرام مع الكرايتيريا اوف بولي ارثرايتس نودوزا. هو الاتش ال ده مش احنا ما فيش حاجه اسمها اتش ال.
كرايتيريا بتاعت الويت لوس اكتر من 4 كيلو لازم يكون معاه ليفيدو ريتيكولاريس، معاه سبكوتينيس بينفول سبكوتينيس نيودولز، معاه كمان ال سيستوليك الدايستوليك بلاد بريشر اعلى اللي هو الهايبرتنشن يعني اعلى من 90 طبعا، معاه نيوروباثي بقى وابنورماليتي في الانجيوجراف طبعا. من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها في الانفستيجيشن ان احنا عملنا له انجيوجراف ليه؟ عشان اشوف الانيوريزم ماشي، يعني ممكن كمان يحصل في ارتريوجرافي بايوبسي طبعا هشوف البولي ارترايتس نيوز. طيب هو كرايتيريا مهمه. اه هو انا باخد البايوبسي ازاي في السيستم وانا مالي ومال السيستم؟ انا عليا في كرايتيريا السب كوتينيس نيدول اخد من الايدج بتاعت الالسر. ندخل بقى على ايه؟ اه عشان نشوف الانيوريزم بس مش نشوفه، مش احنا اللي هناخده يعني، بس دي الكرايتيريا دي بتاعت سيستميك، دي واحد بتاع بطنه اللي شغال فيها. طيب صلوا على النبي. كده يبقى انا كده خلصت اول واحده في الميديم سايزد فاسكولايتس ماشي، اللي هي مين الميديم سايزد، بالرغم ان احنا حطينا الكرايوجلوبولينيميا بس الكرايوجلوبولينيميا مي بي اسوشيتد مع سمول او ميديم سايز، هي دي. حلو. طيب تاني حاجه مين اللي هو الكوازاكي سندروم اللي جه سؤال عندنا في الامتحان السنه دي في الماستر، كنا حاجزين حاله كوازاكي راحوا جايبينها في الامتحان. مكتوبه الكوازاكي هنا ولا لا؟ مكتوبه موجوده. كوازاكي سندروم صح؟ ايه الكوازاكي سندروم او الكوازاكي ديزيز؟ نعرفها القصه دي ونشوف الواد ده، لانك لو عرفت القصه بتاعتها مش هتنسيها. جالنا طفل صغير كان عنده 5 سنين، والدته كانت بتقول ان هو بقاله اسبوع عنده فيفر درجه حرارته 39. الواد ده كان نازل من اسم الاطفال، كان داخل فيفر اوف انون اوريجين 39 ومش راضي تنزل، عمالين يديله انتي بايريتك مش راضي تنزل، عمالين يديله انتي بايريتك مش راضي تنزل. حلو. درجه حرارته كانت 39، والواد ده انا عمري ما انساه كان عنده يونيلاترال لينفادينوباثي، والواد ده عينيه حمراء زي العقيق الاحمر، عنده كونجنكتيفال انجكشن، متخيلين؟ بيسموها كده كونجنكتيفال انجكشن. الواد ده بطلع لسانه، طلع لسانك يا حبيبي، الاقي ستروب بريتانج، امسك ايده الاقي كمان معاها سكيلينج او كانه اكسفليشن في الهاند والفيت. يبقى طفل صغير عنده 5 سنين مولع نار 39 درجه، عنده يونيلاترال لينفادينوباثي، طلع لسانك ستروب بريتانج، ببص على عينه محمرة، يبقى ده اسمه ايه؟ حاجة ناقصة. كاردياك بقى. حاجة ناقصة. سكيلينج اكسفليشن في اكسفليشن في الهاند والفيت. اكسفليشن في الهاند والفيت. مش مشكلة كبر دماغك. ابص الواد بدا يحس بارزميا في قلبه. الواد بدا يتعب. ليه؟ لانه زي ما حصل ده ميديم سايز، فطبيعي انه ممكن يحصل انيوريزم صح؟ والواد ده انا بخاف منه من القلب. ليه؟ لانه ممكن يحصل انيوريزم او ممكن يحصل كمان ميديم سايز بلاد فيسل فاسكولايتس في الهارت، بلاد فيسل بتاعت الهارت، بلاد فيسل الصغيره بتاعت الهارت. فالواد ده ممكن يموت من الكورونري. من الكورونري ده ممكن يموت ماشي؟ بيجيله كارتيتس وبريكاردال افيوجن وكوربالمونال، يعني ممكن كمان بيحصل بلورال افيوجن وبريكاردال افيوجن، ده ممكن يروح في ستين ده ماشي؟ عشان كده الواد ده لازم اعمله اي سي جي واعمله ايكو وحاجات زي كده. يبقى اوعى تنسوا المانيفستيشن بتاعته، فيفر 39 درجه تقعد حوالي اسبوع، رقم 2 كوتينيس مانيفستيشن سكيلينج واكسفوليشن في الهاند والفيت، معاه ممكن الاقي معاه بيتيكو ايكوموزيس وبيربورا برضه ما تنسوهاش، ده بلاد فيسل فاسكولايتس، ممكن الاقي معاه كمان سبكوتينيس نوديولز ميوكوزال. وطالما قلت ميوكوزال يبقى انا ادخل على العين، ما الكونجكتايف تعتبر ميكوزا ومعاها كونجكتايفال انجكشن خلاص موجود. مش مهم بقى يا اسراء، الحمد لله ركزي بقى اسراء، خلصنا وهي لسه بتدور عليا في الفهرس. كونجكتايفال انجكشن معاه كمان ستروبري تانج، معاه يونيلاترال لمفا ادينو، بس الكلام سهل والله هو صح، ومعاه كمان كاردايتس. الواد ده ممكن يموت، عشان كده الفيرست لاين اوف تريتمنت
ان انا ادي انتي فايبرينوليتيك، ان ادي اعمل فايبرينوليتيك سيستم، اشغل الانتي بليتليت اللي هو مين؟ الاسبرين، اللي هو ده احنا كنا بنديله 300 مللي جرام في اليوم اسبرين. متخيلين 300 مللي جرام؟ هو الدوز بتاعته من 100 ل 300 مللي جرام في الاول لحد ما اطمن على القلب بتاعه بدا يخف والاريزميا بدات تخف والفيفر بتاعته تنزل، وبعد كده امشي على مينتيننس من 2 ل 3 مللي جرام بالكي جي اسبرين في اليوم. التريتمنت بتاعي فيرست لاين اوف تريتمنت اي في اي جي، ذا لايف سيفنج اي لايف ثريتنج. دي اي في اي جي، مين اللي فاكر الميكانيزم؟ فكرني بكده. اه ده عشان بيعمل نيجاتيف فيدباك على البي لينفوسايتس. البي لينفوسايتس، وبالتالي البي لينفوسايتس مش هتطلع الانتي بوديز بتاعتها، صح؟ وحتى الان ما يعرفوش الاي في اي جي ليه السبب فيه. يعني هو الاي في اي جي هو لايف 3 اي، بيديله 2 جرام بير كي جي لمده 3 ل 5 ايام. ماشي، ده مين بقى 2 جرام؟ الاي في اي جي ادي مين؟ انترافينوس اميونوجلوبولين 2 جرام بير كي جي، 2 جرام بير كي جي، اه ديفايدد من 3 ل 5 ايام. ممكن اديله كمان سنه غير المونوكلونال دي بس. اه طبعا مونوكلونال دي انتي بودز، دي مالجنسي. انما الـ انما الاي في اي جي، الاي في جي اللي هي البيولوجيك تريتمنت، ما هو ده البيولوجيك تاورن. البيولوجيك، البيولوجيك ده بيلعب على الريسبتورز، بيلعب على المونوكلونال انتي بودي، او هو اصلا مونوكلونال انتي بودي. يعني البيولوجيك ده مونوكلونال، انا خلقته علشان يروح يمسك في حاجه بحيث ان الحاجه دي ما تمسكش في حاجه. طب هو دي الاي في اي جي ده 2 جرام كل في الكيلو جرام فور من 3 ل 5 ايام. أوه. بس مش هيمشي عامل كده. اسمه هو اسمه اي في اي جي. طب الانتي انترافينوس امينوجلوبين انتي اللي هو الاسبرين من 100 ل 300 من 100 من 100 ل 300 ملي جرام بير دي، من 100 ل 300 لحد ما المانيفيستيشن تقل، وبعد كده يمشي من 2 ل 3 ملي جرام بير كي جي مينتيننس ثيرابي. هي لازم تبص على الكتاب واحنا بنقرا، صح؟ تتابعي بس. يبقى ادي الكوازاكي سندروم. طب ايه الانفستيجيشن اللي انا هعملها؟ اهم حاجه اعمل ايه؟ اي سي جي. هما دول بس وايكو، هما دول الاثنين بس. حلوين قوي، حلوين قوي. طب حضرتك قلت الانفستيجيشن ايه؟ اي سي جي وايكو. ليه؟ القلب، الواد ممكن يموت، الواد قلبه بيوجعه ده ممكن يموت. ماشي، هما الاثنين بس؟ يعني اهمهم. طبعا يعني كل بالاضافه الى كل الحاجات اللي احنا قلناها لازم اي سي جي وايكو. بيبسي منين بقى؟ يعني ايه بيبسي منين؟ ما من الليجن نفسه، ما انا قلت لك معاه بيتيجو. اي حاجه ظاهره عقب منها. حلاقي معاها برضه اليوكو سيرم. هتجيب اللارج سايز كريزيز. دي كوتينيوس. احنا بنتكلم على الكوتينيوس. انا بتكلم على الاكسفوليشن والبيتيجو والاكموز والبربر وسب كوتينيوس من دول. دي على ايه؟ شوف فيزيكال. لا على ايه فيزيكال ليه؟ فيزل الفيزل الفيزل ماله الافكتيف. ايوه في السكن هجيبه. ايوه هجيب امه كمان، ما اجيبوش ليه؟ اذا كان اجيب بقى ويبسي، اذا كان توصل لحد ما تاخد السب كيو. الهيبتوباثولوجي زي كده بالظبط، بس بالظبط زي البول ارترايتس نزوز بالظبط بالظبط. الكوازاكي سندروم لو قعدنا نتكلم بقى في الاتيوباثوجينيسيس بتاعته هي رخمه شويه. وقال لك ان الكوازاكي سندروم ده حصل فيه هايبر سنسيتيفيتي في الاميون ريسبونس. الاميون ريسبونس تطرف بطريقه غبيه شويه، تمام؟ هو طبعا الهايبر سنسيتيفيتي اجينست انفكشن، اجينست بكتيريال، اجينست فايرال، اجينست بوست اميونايزيشن، الاميون سيستم. بس الحاجات دي مش عليكم يعني. هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، تمام؟ وقال لك كمان ممكن يكون ديفكت في حاجه كانت بتعمل ان اكتيفيشن للتي لينفوسايتس، حاجه اسمها الانوسيتول ترايفوسفيت، مش فاكر بقى كانت انوسيتول ترايفوسفيت حاجه نيوكليز اندو نيو حاجه بشوفوها لي بس ترايفوس ايه سي ترايفوسفيت انوسيتول انوسيتول ترايفوسفيت جين 3 كايناز سي جين ثلاثة كينيز. ثلاثة كينيز. ايوه انوسيتول ترايفوسفيت 3 كينيز. ثلاثة كينيز جين. الانوسيتول ترايفوسفيت كينيز لا انوسيتول ترايفوسفيت ده انوسيتول ترايفوسفيت كينيز ده الجين بتاعه هو اللي بايظ، وبالتالي انوسيتول ترايفوسفيت
كاينيز مش هيطلع. الانوستول ده هو اللي كان ترايفوسفيت كاينيز ده، ثلاثة كاينيز ده كان هو بيعمل لي سبريشن للتي لينفوسايتس، وبالتالي لو باظ الجين بتاعه يبقى هو مش هيطلع، فالتي لينفوسايتس هتبقى هايبر اكتيف وتطلع ميونوجلوبين، تطلع سايتوكاينز كتير وتقوم جاي عامله لي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ماشي، هي مش مهمه قوي يعني. طيب ندخل بقى على كده، انا خلصت مين الميديوم سايت، خلصت كده الكاوازاكي سندروم. حلو كده انا شرحته. حد عايز في حاجه؟ هننسى الواد الصغير اللي جانا وجات في الامتحان عندنا كمان. فين كلبش؟ هو الهايبر سيفتي هو اللي عايز الكورس اللي عايز احنا مش فيه. هو بس بسبب المشكله الاختلاف بسبب البولي ارترايتس لدوزة. الدكتور عاصم شارحها فين؟ في البانيكيولايتس. ليه شارحها في البانيكيولايتس؟ لانها كانت ديب قوي لدرجه ان هي عملت كمان معها بانيكيولايتس. ماشي، ايه البانيكيولايتس دي؟ انفلاميشن في السب كيو. انفلاميشن في السب كيو اسمه بانيكيولايتس. ماشي، طيب ندخل بقى على موضوع رخم شويه. اسمه ايه بقى الموضوع الرخم شويه ده؟ لا ناخد رسم. طيب لحد دلوقتي احنا واقفين على ايه؟ ميديم. خلصنا الميديم بقى خلاص صح؟ اللي هو البولي ارترايتس نودوزا والكاوازاكي. اه معلش، هو الكاوازاكي فعلا الهيستوباثولوجي بتاعه هو نون سبيسيفيك. ماشي، ممكن تلاقي ممكن ما تلاقيش. صلوا بينا على النبي. كان مش زي البولي ارترايتس نودوزا؟ البولي ارترايتس نودوزا لا زيه يعني. يعني هو بس نكتب ان هو نون سبيسيفيك، يعني مش شرط ان هو يكون موجود فيه. صلوا بينا على النبي. صلوا عليه الصلاه والسلام. اهم حاجه ما تنسيش الاسبرين بس. في حاجات في الجلديه كده بتتعالج بالاسبرين، وممكن يبدا معاك امتحان الشفوي كده. ماشي، طيب ندخل بقى على اللارج. احنا بنتكلم عنه كلمتين بسيط كده وخلاص، لانه اصلا موجود في